الأخبار على أكسجين أف أم. صباح الخير، إليكم العرض الإخباري للسابعة والنصف. على صعيد الجهوي، أدم مؤخرا جمع من طلبة وطالبات معهد الصحافة وعلوم الأخبار زيارة دراسية لمدينة بنزرت، اطلعوا خلالها على مكونات وخدمات وطرق عمل مختلف الأساليب الفنية المعتمدة لحفظ النفايات المنزلية وغيرها بمركز التحويل بمنزل جميل وأيضا بالمصب الجهوي المراقب. كان نصيب ولاية بنزرت من حصة الحج لهذا الموسم 459 حاجا، تم توزيعهم على كل مناطق الولاية وجهاتها باعتماد التعداد العام للسكان بتلك المعتمديات. أدى أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوردن غراي زيارة إلى مدينة بنزرت بمناسبة ندوة حول الاستثمار الأمريكي بتونس من المزمع تنظيمها اليوم. ينظم أعضاء جمعية البيئة والصحة بمنزل بورقيبة يوم السبت 16 من جوان الجاري ندوة حول بعض الشواطئ تهدد صحة أطفالنا، في مقدمتهم شواطئ روندو وجينجلا. على صعيد الوطني، يؤدي رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي زيارة رسمية إلى السنغال بداية من 19 من جوان الجاري، تليها زيارة إلى البرازيل للمشاركة في قمة ريو زائد 20، كما سيؤدي رئيس الجمهورية زيارة رسمية إلى فرنسا ابتداء من 3 من جويليا القادم للقاء مع البرلمان الأوروبي وللقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. تعقد اليوم الجامعة العامة للتخطيط والمالية هيئة إدارية قطاعية لتحديد الخطوات المستقبلية للنضال من أجل تحقيق مطالب القطاع. وقال عبدالله الجمودي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتخطيط والمالية إنه وبالرغم من المساعي التي بذلها الطرف النقابي لفتح باب الحوار، إلا أن وزارة الإصلاح الإداري ووزارة المالية لم تتفاعل بشكل إيجابي من أجل تجاوز الأزمة وتجنيب البلاد المزيد من الإضرابات. أعلنت شركة الخطوط التونسية عن برمجة 147 رحلة إضافية من وإلى بعض البلدان الأوروبية، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 24 من جوان الجاري والثاني من سبتمبر القادم لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج، وستشمل هذه الرحلات بلجيكا وفرنسا وألمانيا. تنطلق اليوم أشغال منتدى الاستثمار لعام 2012 الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس الجديدة في علاقتها بالتحديات المستقبلية والفرص المترتبة عنها، وذلك بأحد نزل جمارت. وسيتم خلال هذا المنتدى الكشف عن الخريطة الجديدة لمواقع الاستثمار والقائمة الرسمية للمشاريع الكبرى التي تم تشخيصها بالجهات. النقابة الأساسية التابعة لاتحاد عمال تونس الدخول في إضراب إنذاري ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام على إثر تعطل المفاوضات بين إدارة معمل الإسمنت بجبل الوسط والنقابة حول طلب إلغاء العمل بالمناولة. تفاصيل أكثر مع سيد الهادي جويني الأمين العام المساعد باتحاد عمال تونس والمكلف بالقطاع الخاص. والله دوافع الإضراب هي نقطة واحدة اللي طلبنا فيها جلسة، عملنا جلسة المرة اللي فاتت في ولاية دهوان وطلبنا نقطة واحدة ما بينش يدخلوا في نقاط تخطيط لما حقوقهم ما بينش يدخلوا فيها. النقطة اللي بها الفائدة هي إلغاء المناولة من الشركة هذه. ليش؟ لأن الشركة هذه هي شركة برتغالية جات في عام 2000، أنا داخلين جماعة على الخطأ باعوها كما في الشركات الأخرين، وفهمتني ولا لا؟ جوا القدامة خرجوها منظمة وحدهم حطوهم على شركة مناولة فيها قسط كبير على شركة مناولة معناها في الوقت هذاك، وزادوا عليهم معناها الخدامة أنا مزمرجين نشوفه نلقوه معناها عنده نحسب من عام 2000 لتو 12 سنة، فاش نساه ويخدم على المناولة يخدم نفس الخدمة اللي يخدم فيها الآخر على الماكينة، يعني الأجر يخدم فرد ماكينة هم قبل من غادي ياخذ مليون مليون و200 وانا ناخذ 3 و400. علاش؟ خاطر انا مناوله خلف التعسف خلف اللي يخدموا عليه معناها شويه معناها فوق القيمه معناها شيء ما يجيش ما يقدرش بعده خلاص. فطلبنا بالغاء المناوله في الشركه هذه وارجع الخدمه ضمن الشركه الام، ما طلبناش حاجه مستحيله. وسمينا معناها باش تقع يعني جلسه لهنايك والله نلوم على وزاره الشؤون الاجتماعيه مره اخرى، احنا كمان جلسه قبل الاستغراب قررنا برك مو ثم 10 ايام نعطوا فيهم على 10 ايام عطاهم القانون 10 ايام مو بس فيهم جلسه اخرى، تقع جلسه ولا اثنين في الولايه في التفقديه في التفقديه العامة. ربما نوصل الحلول لا عايز الولاية لا تفقدي معنا تابع وزارة الاجتماعية ولا هم يحزنون على الناس كل ما هيش لنا اضطرنا أن باش نقوم بالإضراب متاعنا المرة هذه، وإذا كان ما استجبوش أنا باش نتعدوا لطرق أخرى للنظام باش نضح حق الناس هذوما ويأخذوا حقهم كبقية العمال في تونس. على الصعيد العالمي، طلبت الحكومة المغربية على لسان وزير الاتصال والمتحدث باسمها مصطفى الخلفي من الأمم المتحدة أمس إنصافها في قضية الصحراء الغربية التي يدور نزاع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر.
أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بسقوط أكثر من 70 قتيل بينهم أطفال أمس معظمهم في حمص ودرعا ودير الزور جراء قصف قوات النظام في حين اقتحم الجيش النظامي بلدة الحفا بريف اللاذقية وسط إطلاق نار كثيف وحملة اعتقال عشوائية بعد انسحاب مقاتل الجيش السوري الحر من المنطقة، في حين طلبت منظمة العفو الدولية باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لوقف الهجمات على المدنيين من جانب القوات الحكومية. أعلنت السلطات المصرية أمس يومي السبت والأحد المقبلين اللذين سيشهدان تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عطلة رسمية مدفوعة الأجر معربة عن الأمل في أن يستقر الوضع السياسي، وجاء هذا القرار للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. نهاية هذا العرض الإخباري قدمته لكم عفيف بن سعيد، إلى اللقاء.